الحمد لله رب العالمين اللي ربنا أكرمنا بالشهادة. هو كان يتمناها كل يوم، كان يتمناها وهو ساجد، والحمد لله ربنا أكرمه بالشهادة، الحمد لله رب العالمين. يعني التقيت أنا وياه في الحج وقلت له دير بالك على حالك يا أخوي، قال لي أنا كل يوم بتمنى الشهادة، كل يوم وأنا ساجد بتمنى الشهادة، وهذا فخر إلنا ولفلسطين كلها. أنا بعزي فلسطين قبلنا إحنا، هذا أخو الجميع، وفلسطين الحمد لله ولادي بإذن الله. يا ما اغتالوا قاضي واغتالوا واغتالوا، بطلع أحسن أخرى، ربنا كريم إن شاء الله تعالى. ماذا أراد الاحتلال من اغتيال الشيخ صالح؟ مش عارف شو يعمل، هو مش عارف شو يعمل، مفلس مفلس، ما في إيده ورقة، خلص انتهى يعني. فبدور على أي إشي، أجا هد الدار يعني الحجر، شو مسوي الحجر الفاضي فيش فيها إشي، داره أجهدها لأنه مفلس مش عارف يسوي إشي قدام المقاومة. فبنتفشش في الناس، بتفشش فينا في اغتيالات، يعني الحمد لله رب العالمين. هذا احتلال ولازم يوقفوا ضده مقاومة، هذا شريفي والحمد لله رب العالمين، حتشلنا بأيدها. ما هي رسالة العائلة بعد ارتقاء الشيخ صالح؟ الحمد لله رب العالمين، هذا فضل وكرم، وكل أولادنا في فلسطين، فلسطين ولادي، وبتجيب أحسن إن شاء الله، وقادتنا في الجنة، وهم بيتمنوا الشهادة وبنالوها إن شاء الله، وإحنا ما برهبنا اغتيالهم ولا يهدوا دورنا ولا ما بنخاف منهم، الحمد لله رب العالمين. يعني في الختام رسالة العائلة للمقاومة. ربنا يقويهم وينصرهم، وفريق فداء للمقاومة، شو ما يصير فداء للمقاومة، الحمد لله إحنا بنشد على أيديهم وربنا معهم إن شاء الله تعالى، ربنا ينصرهم نصر قريب، أصلا منصورين، هم منصورين بإذن الله إن شاء الله. في الختام شو بتحبي تحكي للشيخ صالح؟ نيالك عند الله، ربنا يتقبلك ويجعلك شفيع إن شاء الله إلنا، وربنا يتقبلك مع النبيين والصديقين والشهداء، ورفعت روسنا، أنت فخر إلنا ولكل الأمة.